ممكن هذه كبا كبا ولا هدف الاول ممتازه كوره امادو ديوارا يضع سوري كبا يراوغ الحارس ادريا ويلقى طريق الشباك المنتخب الغيني سوري كبا مهاجم إلشي الإسباني تمريرة كانت ممتازة من أمادو ديوارا شوفوا الاستلام متأخر إبراهيم أمادا يخلي الوقت خروج من وراء الدفاع من باسكال راساكال سوري كبا والهدف الأول للمنتخب الغيني وضع على سباقية وممكن التأكيد هو 45 دقيقة لمنتخب مدغشقر حارس غينيا علي كيتا لحد الان عرضيه كوره ابراهيم امادا والابعاد تيد من ماركو اليميهاريترا هدف التعادل لمنتخب مدغشقر من كوره ثابته راسيه انيسي ابال براسيه يباغت الدفاع الغيني والحارس علي كيتا في سيناريو ممتاز يرد الفعل منذ بداية الشوط الثاني أنيسي لباسكال راساكال ماذا ما اشتصل الهدف الثاني للمنتخب المالغاشي أندريا ماتسينورو في سيناريو غير منتظر بالمرة يضرب بقوة في بداية الشوط الثاني منتخب تقريبا وجه ضربة جزاء خير مدافع وبطاقة للرومامي تاني المطالبة بالإقصاء ولو أنه ما كانش آخر مدافع صح إبراهيم تراوري ضربة جزاء والدفع لرجاع جيروم مومبريس هو اللي اعتبره الحب صعب الانذار سيكتفي بالبطاقة الصفراء ماذا ماش ورقة حمراء ماذا ماش آخر مدافع وبالتالي الاكتفاء بتوجيهه أمامه الحارس ميلفين أدريان كامانو هدف التعادل فرانسوا كامانو بكل هدوء على يسار الحارس